هي قرارات جريئة. هاد القرارات اللي تمت واللي خدينا اليوم اللي هي كلها غادية في الاتجاه ديال الاستجابة لانتظارات الأطر التربوية والأطر الإدارية، كلها قرارات اللي تتفتح المجال باش التلامذ اللي هما اليوم فاقدين الزمن المدرسي ديالهم نعاود يدخلوا يعاود يرجعوا للمدرسه بالتاثير ديال الاساتذه ديالهم وديال المعلمين. حنا هذا هناك التزامات اللي هي التزامات قويه الحقيقه باش نمشيو في اتجاه نفتحوا المجال لهاد. حنا في اطار أربعة ديال الأسابيع نخرجوا بنتائج اللي هي تكون نتائج اللي هي عملية واللي في التطبيق ديالها تلقى. احنا عندنا أمل بأنها تلقى واحد لا رجال ولا نساء التعليم يلقاو الراحة ديالهم في هذه النتائج، وهذا تعني بأن كل استئناف المدرسة والعمل زعما كاين في المؤسسات التعليمية راه غادي يخلق واحد الجو إيجابي، وهذا أيضا من الانتظارات ديال الجمعيات ديال الآباء وديال الأمهات.